عزيزي برج الثور مثل نور، رح نحكي عن برج الثور للشهر الثامن 2018. برج الثور مبلش معنا بفترة كتير إيجابية بهيدا الشهر، رح تشوف إنه في حركة جيدة للمال والأعمال والحب، وما في أي طوارئ أو معارضات أو مشاكل بهيدا الشهر. هيدا شهر إيجابي رح يجيب مال ومصاري لكتير من اسم كتير كبير من برج الثور. كمان رح يجيب نوع من الارتباط أو خطوبة أو موضوع زواج يفتح بهيدا الشهر للنساء والرجال. الثور بالشهر 8 عم شوف عندك أعمال جيدة، كان في إلك فترة عم تفكر شو بدك تعمل فيها، بس هيدي الفترة إيجابية أكتر بالنسبة لإلك، رح تقدر تحل أمورك بشكل كتير جيد. أما النوع من الحبس أو الوقفة اللي كنت واقفة إلك فترة رح تتحسن بهيدا الشهر من هلأ للأشهر الجاية. المرأة الثور بشهر 8 متجلية جدا بالمال والأعمال والكاش أيضا، وقروض من البنك واستثمارات وسفر وبيع وشراء أيضا. عقود جيدة بتجي لك عزيزتي الثور، بشوف كمان إنه عندك سفر ومشاريع جديدة إن شاء الله بتتم، وبتكون أعمالك كتير جيدة. المرأة الثور 20 ل 30 35 40 وما فوق، وضعك العام وضع جيد، قادرة انك ترسمي طريقك بايدك بهالفترة، قادرة تحددي شو هو هدفك ورسمتيه لشهر 8. المرأة القوس ايضا بهيدا الشهر على ما يبدو عندها احتفالات جيدة، وخصوصا اللي عندها بنات وبناتها رح يتجوزوا هيدا الشهر او رح يصير خطوبة او فرح. كل شيء ايجابي رح يكون على ذوقك، والعرسان اللي حيجوا لبناتك حيكونوا كمان كتير جيدين، البعض منهم رح يروح على سفر. المرأة الثور أيضا بهالمرحلة عم بتفكر العازبة أو المطلقة بعودة لإنسان قديم كان بحياتها، عم بتفكر إنها اشتقت له، حابة تتصل فيه وتشوف شو صار فيه. ممكن تطمني عنه، بس أنا ما عم شوف إنه في رجوع أو في أي شيء جديد بالنسبة لهالموضوع، ففضل إنك تكوني واعية قبل ما تقومي بالاتصال حتى ما تنصدمي وتحسي إنه ترك عندك فراغ وما حكي معك. الثور الأصغر عمرا 20 25 وما فوق، أعمال عم بتقوموا فيها أو دراسة أو سفر ما مشيت على ذوقكم، على ما يبدو ما عملتوا كتير منيح بهالفترة، ولكن المراحل الجاية من الشهر من آخر شهر 8 ومن بعد رح تبلشوا تحسنوا أموركم لحتى تمشوا لقدام ويكون عندكم نجاحات، لأنه على ما يبدو رح تتعلموا من الست باك أو التأخير اللي رح يصير معكم بالمرحلة الأولى. عزيزتي الثور الأم، صراع مع أبنائك التينيجرز، صراع مع الجميع، مني عم شوف إنك كتير محمسة تتفاهمي أنت وياهم، بس ضروري يكون في نوع من التفاهم. الثور 25 30 35 احتمالات جيدة لعمل جديد أو انتقال من عمل إلى آخر مع علو وأموال ومركز أفضل من قبل. بعد من الثور داخل بمرحلة فراق أو طلاق بهالفترة، حاول إنك تتروى وما تكون بخيل على الأشخاص اللي عشت معهم وبدك هلأ تتركهم أو غيرت رأيك بالحياة الزوجية. مطلقات الثور من الرجال، مطلقين الثور من الرجال، البعض منكم مقبل على علاقة جديدة ورح يتجوز ورح يشوف أموره بالنسبة للمرحلة الجاية، ممكن ياخد ست أكبر منه بالعمر بسنة سنتين أو 5 سنين أكتر شيء، وممكن هو يكون مبسوط بهالمرحلة ماشي لقدام ومرتاح نفسيا كتير. إن شاء الله حظ سعيد. الثور عندك سفر رجال ونساء، في سفر على بلدان أجنبية
وبلدان عربية كمان، في سفر، في عمل، في شغل، في بضاعة بتجي من دول أخرى بتجي للثور. اللي عنده عم بيشتغل وعم بيتاجر، في بضاعة جاية ومحملة ب ما بعرف كأنه كتان أو أفغان أو نوع من الأقمشة اللي إلها خيوط ذهبية. البعض منكم بيصير عنده هالشي، بليز يكتب لي بالكومنت بوكس. ما تنسوا تعملوا اشتراك وشير ولايك وتعلقوا الجرس ليجيكم البث المباشر. فإذا عندكم هيدا الشي بليز حطوا لي بالكومنت بوكس. عم شوف إنه البضاعة كتير حلوة، بتسافروا بتبيعوها وبتربحوا، بتوسعوا أعمالكم، بتروحوا على مناطق بعيدة. يمكن في بعض من القماش بيجي أو بيروح للهند وللصين كمان. بالتوفيق إن شاء الله. عم شوف كمان بالنسبة للثور بالشهر الثامن، إعادة أساسمنت، يعني مثل هيك بيقعد بيستعرض حياته، شوف شو صار معه، شو لازم يحسن، شو لازم يساوي. في عنده شوية أطماع بهالمرحلة، لازم يفكر يعيد حتى ما يكون عنيد ويتعدى على الآخرين، خصوصا نساء الثور بهالفترة صايرة كتير مهملة لصحتها وعم تنتبه لأمور تانية منا عم تنتبه على نفسها. أطفال الثور بشهر 8 وضعهم جيد، صحتهم كويسة، في شوية خوف أو برد لا أكثر ولا أقل. وأهل الثور بشكل عام جيدين، والدة الثور بحاجة لشوية مصاري، شوفوا شو عايزة عطوها، لأنه مثل كأنه عم تصرف أو صارفة ومنها عم بتقول إنه بدها شوية فلوس. أما باقي شباب وصبايا الثور فعم شوف وضعهم جيد، عندهم وراق بدهم يمضوها. البعض منكم عندهم محكمة أو عندهم شهادة، يعني يكونوا شهود أو محكمة. أما نساء الثور اللي عندهم محكمة للأسف ممكن يخسروا النفقة أو ما يحصلوا على المبلغ الكافي من النفقة اللي بدهم يعطيها الزوج لزوجته لترعى الأولاد، والزوج عم بيكون عنيد وبخيل بهالمرحلة، فانتبهوا. أما بالنسبة لبرج الثور، السيدات اللي ناويين يحملوا هيدا الشهر، نسبة اللا أكتر من الإيه، بس قليل جدا، 2 أو 3% ممكن يصير. أما الباقي ففي شوية صعوبات، إما بسبب سفر أو انتقال من بيت لبيت أو عدم تركيز بالنسبة لهالمرحلة. فانتبهوا على هالفترة وديروا بالكم على صحتكم كمان. شو بعد ما حكينا عن برج الثور، خلينا نشوف شو في هيك لوحده. يمكن حكيت عن كل الأشياء، في شي بعد ما حكينا فيه؟ عادة بيسألوني في رجوع للحبيب، رجوع ما في، في عناد. في بعض نساء الثور مرتبطين بعلاقة مع شخصين بوقت واحد. ما بعرف شو بدي اقولكم، انتبهوا على حالكم، والشخصين كمان ولا واحد منهم رح يكون معكم، هو كمان عم يستعملوكم او يستغلوكم مثل ما انتو عم تستغلون او تستعملون. في صرف كتير بهالمرحلة، خيانة خيانة خيانة، عنوان الثور بشهر 8 للطرفين نساء ورجال الثور. واو، هيدا كان غير متوقع. عادة الثور رزين. الثور بشهر 8 رح يبلش يشوف انه حياته كلها رح تتغير، عنده نقلة، نقلة موضوعية، نقلة كتير كبيرة، ممكن يكون فيها سفر. البعض منكم بده ينتبه ما يفوت على السجن. ما بعرف شو رح تعملوا، بس بليز انتبهوا ما تدخلوا سجن او تعملوا شي مرتبط بشي يؤدي انه انتو تكونوا بموقع او بمكان في ادلة تستخدم ضدكم. واو، يعني انا عادة بحب اعرف، بس هيدي صراحة ماني حابة اعرف. بس اذا حبيتوا تتركوا بالكومنت بوكس ممكن شيء له علاقة
بجريمة قتل. ما بعرف شو بدي اقلكم، هيدي غريبة، هيدا شيء أول مرة أنا بشوفه. فعزيزي الثور، أو شيء بيتعلق فيك أو بتسمع عنه أو بيكون تابع لإلك. الشهر الماضي الميزان كان عنده مشاكل، هذا الشهر الثور. أنا آسفة بس أنتوا بتعرفوا إنه أنا ما لي سيطرة على الورق. مثل ما هو بده بيحكي، بليز انتبهوا، كونوا حذرين. أهل الثور خدوا بالكم إذا عندكم ولاد بعمر ممكن يكون في طيش أو حدا يأثر عليهم. انتبهوا على ولادكم بهذا الشهر. بشكل عام بالنسبة للثور لهالفترة، عم شوف الصبايا عم يعملوا مشاكل. ما بعرف الثور ليش معارض بشهر 8، يمكن الحرارة مأثرة عليك أو تغيير الطقس. عناد 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 كتير. وحتى صبايا الثور كمان صايرين معندين، مع انه عادة الثور هادي وبيمشي مثل ما لازم، يعني ما عم شوف مشاكل. انتبهوا من السرقة، انتو تسرقوا او حدا يسرقكن. مثل ما قلت برجع بعيد، انتبهوا هيدا الشهر شكله في شوية معارك للثور بشهر 8. خدوا حذركن. ميرسي كتير الكن، اعملوا اشتراك.